في إطار جهود وزارة البيئة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، انتهت الأعمال الإنشائية للمحطة الانتقالية الوسيطة بمركز أبو تشت، وذلك بمحافظة قنا، لتجميع ونقل المخلفات الصلبة. أعلنت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد الانتهاء من مصنع معالجة وتدوير المخلفات بنجع حمادي بكافة معداته بتكلفة مالية قدرها 14 مليون جنيه. يأتي ذلك في إطار تنفيذ أهداف البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة بشأن الإغلاق التدريجي للمقالب العشوائية ورفع جميع المخلفات المتراكمة بها، وذلك على مدار عقود، ثم تحويلها إلى محطات انتقالية وسيطة.